الأستاذة داوية النصري إرسالنا لعطائها هي أيضا في المجال الفني. فتتفضلي مشكور زملاء الأستاذ محمد الرجاني برلماني منطقة الحي الحسني. كل الفئات الجمعوية والسياسية كلها كتحتفل بهذا اليوم، كتكرم المرأة وكتحتفل بها، وأفضل تكريم هذا النهار بالنسبة لي هو الأم اللي عطات وما زال كتعطي. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بتكريم هذه المرأة اللي هي الأم ديالنا جميعا، ولينا عليها حقوق بواحد هدية بسيطة. هي واحد القصيدة زجلية، ماشي من الزجل التقليدي ولكن خارجة من الأعماق في حق هذه المرأة اللي عطات ولا زالت كتعطي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبع الحنان. سبحان الله اللي خلق الكون، ربي المنان، سيدي ومولاي عظيم الشان، صنع الكون بالعلم وبالحكمة، ما تطيحش بال الإنسان، خلق آدم ومن ضلعه حواء، منهم الأمة واتبعوا الخلفان، ووهب لجميع الناس شجرة تبت الغرس وتفرع الفنان، الزهر نور فيها وعطى تمرة كتزيد في الزرع وتقل الغصان، إلى نبتت في الصحراء هي رحمة، بالمال قليل تروي العطشان، ترجع الحر ديال الصميم، صيف وشتا سارحة نملة تراقب غرسها، تنش الغربان ولفها العيا ونواض الغبشة، تسعى للرزق والعظم عيان، ولفت العيا وخوف الظلمة قلبها حاضر وحسها سهران، عينها تصب مجالب لهنا، قلبها حاضر وحساس حران، ولفت العيا وخوف الظلمة، قلبها حاضر وحساس حران، عينها تصب مجالب لهنا. جلت وقلبت على الفرح في اللمة، مع الحباب وقرب العشرين ما لقيت غيرها دوال العلة، عقلي مشتت وانا حيران، ورجعت لعندها نطلب لهنا، نشفي روحي ونفى الحزان، يا ربي محلاها ومريحها ضمة، هزني الشوق ولقاتني الحضان، كندير بلا بيها يرتاح بالي، هي الحياة وطريق الأمان، معاها نعيش في عش بالي، يحيى معاها نعيش في عش بالي، نحس بقصر مأدت مزيان، معاها ناكل القليل وهاني مشمول بالعطف، وقلبي شبعان، يا ربي اشتقت لروات عماقي، سقاتني وانا نبتة ودابا عطشان، يا
بكات فراقي في غيابي في غيابي تايهه عايشه الحزان. يا ربي يا ربي حنيت لي سترات الضويه النصيري روائية شاعرة زجالة. بالمناسبة ديال عيد المرأة أولا وقبل كل شيء كنقدم التهاني ديالي الأميرة الجليلة لالة خديجة بمناسبة ديال عيد الميلاد ديالها، وكنحيي كل امرأة في العالم كله، لأنها أي امرأة هي اللي كتجمع الرجل والمرأة، هي المجتمع كله بلا ما نقولوا نصف المجتمع، لأن هي الأم اللي كتولد الرجل والمرأة، وهي اللي كتصنع الرجال. حتى شحال من راجل اللي هو عظيم، هذيك المرأة هي اللي وصلته بالنضال ديالها والاجتهاد ديالها والجهد ديالها بسهر الليالي وبالعمل إلا كان في الغياب ديال الزوج أو المعيل، هي اللي كتحرك وتخدم وكتدير جميع الوسائل باش الأبناء ديالها يكونوا أحسن الأبناء وهما اللبنة الصالحة للمجتمع. وبهذه المناسبة ديال عيد المرأة، هذا هو علاش اللي بغيت نكرمها بهذيك القصيدة ديال الأم، لأن عيد المرأة راه هو عيد الأم، هي الأولى، لأن هي الأم والأخت والزوجة الصالحة، وهي لما نقولوا نصف الجامع المجتمع، راه هي المجتمع كله إلى صنعات الرجال الصالحين للبلاد. المرأة المغربية كنقول لها تحياتي ليك، لأن المرأة المغربية مناضلة مناضلة قوية، امرأة حديدية، لأنها السيدة اللي كتعمل في الدار وكتعمل خارج الدار وكتراقب الأبناء، منها الممرضة، منها الطباخة، منها اللي كتجمع الدار وكتصلحها، منها المراقبة ديال الأبناء، منها المربية، منها كل شيء. أي حاجة بغيتيها كاينة في المرأة. ما كنتكلموش حنا غير على المرأة اللي عندها المهام، كنتكلموا على المرأة اللي هي سيدة البيت. سيدة البيت راه فيها جميع المهام اللي كتأديهم السيدات خارج البيت.